أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وكذا زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف والعلاج، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته. الكشف المبكر يعد أهم العوامل المساعدة على العلاج، ليأتي دور الآلية المتطورة والتي أصبحت تساعد وبشكل كبير في الحد من انتشار المرض. شهر أكتوبر الوردي هو واحد الشهر اللي مدير أساساً للتوعية بسرطان الثدي، سواء بالمخاطر ديال هذا السرطان، بالكثرة ديال هذا السرطان، أو كذلك بالسبل ديال العلاج ديال هذا السرطان، والأهمية خصوصاً الأهمية ديال الفحص والتشخيص المبكر ديال سرطان الثدي. اللي كنأكدوا كذلك هو أن الحمد لله الوسائل أو الفرص موجودة وموجودة بكثرة في جميع مناطق المغرب. إذا أعطينا مثلا المثال ديال هذه الآلية، الحمد لله هنا في طنجة هي واحد الآلية اللي موجود منها فقط 3 أجهزة في المغرب، وهذه هي الجهاز 60 عالميا اللي كيتي انستالي في طنجة، وهي واحد الآلية جد متطورة اللي كتمكننا الحمد لله من العلاج ديال الورم والحفاظ بشكل كبير على الأعضاء المجاورة، اللي كيمكننا هذا من تحكم في الورم في السرطان وكذلك بأقل مضاعفات ممكنة. تقريبا مرض على 8 يقدروا يمرضوا بهذا المرض. هو تبدا حسب معالج، يعني فاش المرض تكبر في العمر ديالها، كل ما العدد لو ريسك انها تمرض تكبر. داكشي باش خاص تكون الوقايه، وخاص يكون الفحص المبكر عند المراوات فاش يفوتوا 45 عام. وهذا الفحص المبكر هو الماموغرافي، سي واحد الراديو تتعملها المراه على البزوله ديالها باش تتلقى باش نقلبوا واش كاين شي ورم تيكون في البدايه ديالو. وهذا المرض هذا كل ما عرفناه في البدايه كل ما تيكونوا فرص العلاج مزيانين، وتتكون النتيجه فيها الشفاء 100%. يصيب ما يقرب عن 2.1 مليون امرأة سنويا حسب منظمة الصحة العالمية، التي تسهر من أجل تنفيذ برامج شاملة لمكافحة سرطان الثدي، والهدف تطبيق خطط وطنية لمكافحته، وتوصي البلدان منخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل باتباع استراتيجية بشأن الإبكار في الكشف عن المرض للوقوف على أعراض وبوادر الإصابة به في وقت مبكر، وإجراء فحص سريري للمواضع الظاهرة من الثدي.